لا هذا العام الثمن شويه قاصح، الثمن شويه قاصح بالنسبه للضعيف. هذا العام ما يقدرش يعيد. بالنسبه للسيد اللي عنده الصالير سميك ولا وصل 3000 4000 درهم ما غيقدرش يعيد. وكانوا قالوا الحاولي ديال الصبليون كان غيدخل ب 30000 حتى 40000. دابا ملي مشاو الناس عادوا كيبيعوا فيه الكيلو. بالنسبه للحاولي ديال 2500 درهم دابا قليله قليله غدي واحد 4000 درهم 4500 درهم زايد شويه، لان العلف وداك الشيء كلشي غالي. خويا اش غادي نقول لك، كل واحد يقيد على قد قياسه. ما 40 45 50 الله يجعل شي بارك. بالنسبه للدرويش والاخرين اللي عنده فلوس راهي وصلت ل 100 90 80. خويا حتى الفلاح حتى هو مسكين الكساب حتى هو الله يحسن العوان، راه كلشي غالي، العلف غالي. خاص الدولة شوية تنقص عليهم شوية الدعم، شوية تعطيهم شوية الدعم وتنقص عليهم شوية العلف، يمكن ليه توا مسكين توا باش يسترزق. الله يحسن العوان. فينا هما خير بلادنا؟ فينا هما ديال بلادنا؟ حنا مبغيناش ديال اسبانيا، بغينا ديال بلادنا. اللي دايرين لهم قال لك كتصوم وكتقول لك يقول لك 7000 درهم 8000 درهم اثمنه وداو الدروش، يلغيو هذا العيد كاع بنقولوا بالناقص. هذا العيد هذا حشومه صاحبي، يقولوا 7000 درهم و 8000 درهم العيد بزاف اخويا. الفقير راه ما غاديش يعيد، راه 3000 درهم وغالي. راه كان العيمه اللي فات 3000 درهم وما كيعيدش بنادم، وكيقول لك راه غالي. فوق 500 درهم هذاك هو جدي انسان، راه بوبري اكثر من الغاني. هاد العام راه شي حاجه نيت ما كانش بزاف، ما يمكنش بنادم يعيد هاد العام بخير وعلى خير. احنا كنهضروا على بخير وعلى خير على الناس اللي ما خدامينش، والناس لان اغلبيه جاهم غالي. العيد لهاد العام غالي، الحوليه غالي. كاين 4000 كاين 5000 كاين 7000، وبقات تجيك 2000 2500، دابا 4000 الفوق. الله يحسن العوان. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.